السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نتكلم عن عطور فيها مكون الفيج أو التين. عندي بعض العطور فيها مكون التين، وايد أحب ريحتها. في عطر واحد تمنيت يكون معي، أظن أنتج في 2006 من أكوا دي بارما، اسمه وايد طويل بس المختصر فيكو، معروف باسم فيكو. يعني لما تكتب أكوا دي بارما فيكو يطلع لك لونه أزرق. العطر مثل ما سمعت إنه وايد وايد حلو، بدايته الحمضيات مع الليمون وشي حلو، بعدين في قلب العطر عندكم الفلفل الوردي مع الفيج اللي هو التين مع الياسمين، وفي القاعدة في أخشاب وفي شجرة التين، فيعني شيء صراحة وايد يحمس، وفي بنزوين بعد اللي هو بخور الجاوي، فشيء يحمس صراحة، يخليك تحس إن العطر شيء قوي، مكوناته بنفسها تجذب. فما جربت العطر، فحبيت أذكره للناس اللي جربوه يقدروا يفيدونا في التعليقات. العطر الأول هو واندرلست من عمان لكجري. طبعا وايد منكم بيقولون يا أخي مش مكتوب إنه فيه تين من مكوناته، بس وايد ناس كانوا يقولون إنه يشمون ريحة تين فيه. وفي الفترة الأخيرة في صفحة عمان لكجري الرسمية حطوا إنه فيه touch of ولا hint of fig اللي هو التين، ففيه تين، والناس اللي كانت تتخيل فيه ريحة التين انتو صح. طبعا تكلمت عنه في الفيديو اللي فيه عطور الصيف اللي ثباتها وفوحانها عالي، وهذا ما زال اقوى واحد في المجموعة، بغض النظر عن اللي في المجموعة كانوا صيفيين او شتويين، هذا اقوى واحد فيهم من ناحية الثبات، من ناحية الفوحان. اللي يبي يسمع الوصف، وصف العطر كامل، يروح الفيديو الثاني اللي هو مال عطور الصيف. لكن ما ذكرت ان فيه فيج، الحين تأكدت ان فيه فيج او تين، اسف في الفيديو راح اقول فيج تين فيج تين، المهم انت وضحت لكم المعلومة. ففيه من مكوناته الفيج، وعطر قوي صراحة وجدير بالذكر. ننتقل حق العطورات الثانية. العطر الثاني هو فيج اند لوتس فلاور. هذا العطر احبه، هذا العطر اعشقه، هذا العطر شريته فول برايس من جو مالون نفسهم، رحت شميته ما قدرت اتحمل، شريته على طول. طبعا انا ما اقول لكم روحوا اشتروه، يمكن ناسب ذائقتي انا وايد، في ناس يمكن ما يعجبهم. اللي حببني في العطر اني كنت راشه، وكنت راش كذا عطر من الدار، كان منهم فيتيفر اند جولدن فانيلا واخذته. طبعا الحلو في العطر ان فيه، يعني طبعا يوم تدخل على موقع جو مالون ويوم تدخل حتى على فريغرانتيكا وكل مواقع، اغلبهم اذا مش كلهم راح يقولون لك فيه زهره اللوتس وفيه الفيج اللي هو التين بس. لكن يوم سالت اللي يشتغلون في المحل، لان ريحه الليمون فيها واضحه، في ريحه سترسيه حمضيه كذي واضحه اول ما ترش العطر، فقال لي العطر مشبع بالليمون، وما ادري ليمون من وين. عموما فالعطر فيه ثلاث مكونات اساسيه يرتكز عليها، التين وزهرة اللوتس والليمون، يعطي العطر طابع جدا منعش وجميل جميل، فوحانه جدا مرضي صراحة. صحيح انه وايد ناس يقولون ان عطور جو مالون تعبانه في الفوحان، تعبانه في الثبات، انا ضد هالكلام، مش كل عطورهم طبعا، هالشيء ينطبق على وايد براندات، حتى دبتيك وهذيلا، دبتيك. المهم فعموما العطر هذا فوحانه، يعني هذا من العطور الجديدة طبعا، فوحان وايد حلو، يعني تتعطر منه وانت مرتاح وما تخاف انه يعني راح يخذلك كأداء. فعطر جميل، ريحته حلوة، مختلف وينفع للجنسين. طبعا كل العطور اللي انا اتكلم عنها اليوم للجنسين، فعيشوا. العطر اللي بعده هو غريس تشارنيل، هذه ثاني غرشة. غريس تشارنيل من العطور اللي بصراحة احبها، اقترحتها لناس وايد وحبوها الحمد لله، من الجنسين شباب وحتى بنات. العطر مكونات الهيل مع التين مع الشاي مع الصندل مع الايرس اللي هو السوسن مع حبوب التونكا مع الفيتيفر، فعطر صراحة مكوناته وايد وايد حلوة، عطر جميل يتدرج معاك، ثباته وايد حلو، فوحانه مش وايد وايد قوي لكن جميل صراحة. كل ما استعمله اغلب الوقت يجيب لي مديحة وطراءات على قولتهم، او كومبلمنتس للي يعني هاي كلاس كومبلمنتس. المهم فعطر صراحة حلو، ثباته اهم شيء. اوكي يمكن الفوحان مش وايد عالي،
لكن ريحته وايد وايد حلوة وثباته ممتاز صراحة. أنا أعتبره من العطورات اللي ترشها الصبح وأنت رايح الدوام وخلاص، ما يحتاج إنك ترش مرة ثانية لأن ثباته وايد قوي. وأنا أتكلم عن ثوبها، يعني خلق الثوب الصيفي في العادة يعني ما يمسك العطورات وايد، وهي مشكلة كثير ناس يعانون منها، أنا واحد منهم. لكن في عطور تثبت، هذا واحد منهم. ننتقل حق العطر اللي بعده، فيلوسيكس من ديبتيك. طبعا هذا نسخة الأو دي برفام اللي نزلت أعتقد في 2012. أول نسخة نزلت في 1996، فهذا النسخة الجديدة منه. هذا مكوناته في المقدمة عندكم التين وورق التين، وفي القاعدة عندكم أخشاب أو نوتات خشبية مع فلفل أسود. الأول الإصدار الأول أنا ما شميته صراحة، اللي كان نازل قبل في 1996، هذاك فيه التين وفيه شجر التين، لكن في القلب عندكم اللي يختلف إنه فيه الكوكونات اللي هو جوز الهند، وفيه كذلك نوتات خضر. فما أدري إذا العطرين نفس الريحة ولا لا. اللي أبيكم تعرفونه عن العطر واعتبرها مهم، يعني معلومة وايد مهمة، هو إنه فيه يعني الريحة الطابع العام للعطر هي ريحة الفج الفريش، ريحة التين اللي فريش اللي توك الحين شيء شاله من الشيرة، فاهم؟ فيه ريحة خشبية واضحة، لكن ريحة التين فريش شيء مش طبيعي، يعني ريحة تين. وللناس اللي همهم الأداء، أداءه ما راح أقول واو لكن جيد. طيب يعني يعطيني، أمس أنا استعملته أعطاني مال بخمس ساعات. الفواحان يعني معتدل، مش من العطورات اللي تفوح وتنشم من بعيد، يعني اللي قريب منك ممكن يشمها. كم مدة الفواحان ما أقدر أعطيكم إياها، أنا أمس وصلني العطر صراحة، بس سمعت من الناس اللي جربوا إن الفواحان من ساعة إلى ساعة ونص. العطر الأخير هو من شركة قطرية اسمها البدع. طبعا عطورها كلها تترقم، هذا رقم 11. المكونات الأساسية في العطر هي الليمون مع الياسمين مع الفج. فصاحب الشركة يوم تكلم معي قال لي: جمال، شو العطور اللي تحبها؟ شو النوتات اللي انت تحبها؟ قلت له صراحة أنا أحب وايد نوتات، أحب العود وأحب العطورات الخشبية، أحب العطورات المنعشة المائية مش المارين، البحرية بعد تمشي معي، بس أحب المائية أكثر، الأكواتيك. أحب العطورات اللي فيها لمسات ليمونية أو حمضية بشكل عام، الفاكهية أو الفواكه السويتية عادي، بس الفترة هذه أحب عطور الفق. يعني ما جربت عطر فق أو تين وما عجبني. قال لي: طيب أنا راح أطرش لك عطر تين، جربه وأعطني رأيك فيه. هذا العطر جاني بصراحة، عطر ريحته حلوة، الياسمين شوية طاغي، بس اللمسة الليمونية مع لمسة التين تدعم العطر وتخليه جدا مناسب للجنسين. يعني يمكن الياسمين شوي يخليك او يعطيك طابع تقول هذا عطر نسائي، لكن هو بصراحه مناسب للجنسين. اداءه معتدل، ما هو من العطورات اللي وايد تفوح او ثباتها عالي جدا. يعتبر عطر اداء مرضي جدا. ممكن شوي الريحه الحمضيه تخف عقب ما ترش العطر، بس يتم عطر جميل صراحه في طول فتره استعماله. هذا اللي عندي، أسف على الإطالة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.